ادخل. حسين اليوم ماكش جوار، اليوم معناتها مشجع الاتحاد رياض المنستير. جيت شجع في اصحابي جواريات وعطيهم صحه، عملوا ماتش كبير، برافو ليهم. مبارك. شو احساسك كنت قاعد بحضر العملاق في راس الاحيان؟ صاحبي ناخذ الخبره منه في ساق مش عاطيني. في راسك كيفاش شفت المقابله؟ مبروك الانتصار، مبروك الترشح، كيفاش شفت المقابله؟ اولا يبارك فيك. المقابله على الاول بدات صعيبه، شويه صعيبه، في الاخر تروزيام كارتون كنا فايقين اكثر، والريسو الحمد لله مشات 3 بوان، خاصه زياد وجوش هذاك اللي عطات عمقت الفارق اكثر، وصلنا 30 بوان واكثر. وكما شفتوا وفات ايكار كبير الحمد لله. ان شاء الله تو عندنا مقابله نهار الاربعاء، ان شاء الله نكونوا رجال ونطروها ان شاء الله من الحلقه الوقت. يعطيك الصحه في راسك.